السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. موضوعنا اليوم مراجعة هذا المجهر الرقمي مستول LCD، يعني هذه يمكن أن تستعملها في عدة يعني أشياء، ليس القطع الإلكترونية فقط. يمكن تشغيلها أو توصيلها مع الحاسوب بهذا الكابل، ها هو هكذا، هي سوف تشتغل. لكي نقوم بربطها مع الحاسوب نختار كاميرا بي سي هكذا ثم أوكي. الآن اشتغلت على الحاسوب، سوف أقوم بالتصفح على حاسوب إن شاء الله. أول حاسوب سوف أختار برنامج الخاص بتشغيل الكاميرا هكذا، قم بفتحه، هي الآن شغالة، نختارها من هنا على هذا الشكل، هي الآن شغالة ممتازة، يعني يمكن أن تصفح على الحاسوب. يعني الآن قمت بربطها مع الحاسوب، هو سوف أضع الفراشة هي. يمكن تحريكها إلى أي مكان. سوف نقوم بفتحه، من يريد معلومات أخرى أو الثمن سوف أضع الرابط الخاص بهذا الشاشة وزيارة الموقع لكي ترى معلومات أخرى. يعني LCD ديجيتال ميكروسكوب، يعني المجهر. سوف نقوم بفتحها ونقوم بالشرح. هي القاعدة الخاصة بوضع يعني أجزاء إلكترونية. هذه خاصة ب يعني نقوم بمسح بها يعني LCD الشاشة. هذه القاعدة الخاصة بالشاشة، نقوم بوضعها على هذا الشكل. هذا الكابل الخاص بالشاشة، ها هي الشاشة. الشاشة 4.3 بوصة، وها هي خاصة بالمجهر. هنا يوجد ليدات خاصة بالإضاءة. توجد بطارية مدمجة داخل الجهاز، ها هي تعمل بشكل مستمر لمدة 4 ساعات تقريبا. شاشة LCD 4.3 بوصة ومناسبة لمراقبة التفاصيل أكثر تفصيلا، تدعم عدة لغات إلا العربية. يوجد فيها كابل خاص بالشحن 5
يشحن بخمسة فولت، وهنا زر الإضاءة، وهنا مكان كارد يعني كارت اس دي، هنا الأزرار ميني اوكي يعني بوير، عندما نريد تشغيلها او اطفائها من هنا. الآن سوف اقوم بتجميع الشاشة على هذا الشكل، اقوم بادخال هذا هكذا، هنا يوجد الريبلاج يعني نريد أن نقوم برفعه على هذا الشكل، نقوم بتثبيت الشاشة، يعني الشاشة سوف تكون رائعة. الآن تم تركيب الشاشة، سوف أقوم الآن بتشغيلها. هي الآن هو المنيو، فيرسيون، يعني توجد فيها عدة خصائص، تدعم كارت ميموار، هي اللغة، ولكن لا توجد فيها يعني العربية، توجد فيها عدة لغات ولكن العربية لا توجد. سوف أترك الفرنسية. الآن سوف نجرب عليها، مثلا سأقوم بالخروج هنا، يعني يوجد فيها يعني الريجلاج هكذا، يعني تظهر البوردة على الشكل الصحيح يعني. وانظر هنا تظهر أرقام فلاشة، يمكن استعمالها في عدة يعني خصائص، توجد فيها بطاقة الذاكرة لالتقاط الصور والفيديو، ويمكن مشاهدتها على الحاسوب، قابلة التعديل يعني يمكن أن تتحكم فيها هنا، تحركها كيفما تريد. انظروا وضعها غير مستقر، يعني يمكن أن تحركها إلى كيفما تريد، يعني هذه يمكن أن تستعملها في عدة يعني أشياء، ليس القطع الإلكترونية فقط، يعني استعمالاتها كثيرة، يمكن استعمالها في تفحص القطع الإلكترونية، يعني تساعد الفني في الإصلاح، ويمكن أيضا استعمالها في الاستكشافات والتحقيق أيضا من النقود ومراقبة الحشرات مثلا والمجوهرات، يعني يمكن أن تستعملها في كل شيء. توجد عندي حشرة هنا، يعني سوف أضعها هي، يعني
يعني دقيقة في دقيقة في التعامل بها. هذا كل شيء في هذا الموضوع. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.